ولكي نتمكن من الموت والقيامة معه يجب أن نسير في السبيل الذي خطه لنا فنتبعه ونتقيد بأوامره ونواهيه ما دام هو الطريق الذي يجب أن نسلكه والحق الذي يجب أن نهتدي به والحياة التي يجب أن نسعى وراءها لنحياها ونحافظ عليها، لأنه هو من قال أنا الطريق والحق والحياة. وعلينا أن نتذكر ما قاله يوما أحد القديسين، هناك كثير مما قاله الأنبياء في سر الفصح، وهذا السر هو المسيح له المجد إلى الأبد. فهو حياة، فهو جاء إلى الأرض من السماء من أجل البشرية المتألمة، وارتدى بشريتنا من حشى البتول، وولد كإنسان واتخذ جسدا يقوى على تحمل الألم، فأخذ على عاتقه عذاب الإنسان الخاطئ، وانتصر على مرض النفس والجسد اللذين كانا سبب هذا المرض، وبروحه الذي لا يقوى عليه الموت صفع الموت محطم الإنسان صفعة قاتلة. لقد اقتيد كنعجة وذبح كخروف واشترانا من عبوريتنا، كما اشترى إسرائيل من أرض مصر وحررنا من استعباد الشرير إيانا، كما حرر إسرائيل من يد فرعون واشترى نفوسنا بروحه وأعضاء جسدنا بدمه. أيها الإخوة والأبناء الأعزاء، أجل في غمرة الأحداث التي تمر بنا في بلدنا وفي هذه الحيرة التي تتأكلنا وفي هذا الضياع الذي يشكوه معظم الناس في مجتمعنا، من لنا غير الله لينقذنا مما نتخبط فيه، يقينا منا أنه هو دون سواه الطريق والحق والحياة. ولكن الله وإن كان شفوقا رحيما غفورا ويطلب منا على الأقل أن نجدد إيماننا به ونثق بعنايته الإلهية، وقد رسم لنا الطريق الذي يجب أن نسلكه لندرك ما وعدنا به من خلاص. إن هذا التشرذم الذي يباعد بيننا وهذا الضياع الذي لا نجد سبيلا إلى الخروج منه وهذا التفكك الذي أصاب مجتمعنا، كل هذا لا يحمل على التفاؤل، لا بل على العكس من ذلك، إنه يحمل على التشاؤم. ولكننا على الرغم من هذا الجو الملبد بالغيوم السوداء لا يمكننا أن نقطع الأمل، فالبلد بلدنا، وإن ذهبنا وتوطنا بلدان الناس وأصبنا فيها بعض النجاح وليس له سوانا لينهضه من كبوته، ولنا في تاريخنا أمثلات يجب أن نعود إليها ونستفيد منها. ومهما اشتدت المحن وتعاظمت البلايا فإننا نعرف ونحن مؤمنون بالله أنه لا يحدث شيء إلا بإذنه تعالى. ولعل هذه الشدائد التي نعاني منها قد سمح الله بها لنا ليبلو إرادتنا ويمتحن إيماننا به، فنجعل متكلنا عليه ونوطد إيماننا بعنايات الإلهية، فنعود إليه بالتوبة الصادقة وبعضنا إلى بعض بالتعاضد والتعاون لننهض بوطننا من كبوته. هذه الفرقة القائمة بين أبناء الوطن الواحد ليست بعلامة عافية، وهذا الإصرار على تجاهل هذه الفئة الأخرى من المواطنين لا تقود إلى الألفة والمحبة، وهذا التنافس الأعمى للظفر بحكم البلد بين هذا الفريق وذاك للتحكم به لا يوصل إلى الطمأنينة والازدهار، وهذا السعي الحثيث للاستيلاء على مفاصل البلد والاستئثار بها دون مناظر إلى سائر الناس لا يشعر بالراحة والإطمئنان. ولنعتبر بسوانا من البلدان حولنا التي ساهمت في إعمارها عقول أبنائنا وأيديهم،
فيما بلدنا متروك للتراجع والتقهقر، والذين آمنوا البارحة بمستقبله نراهم اليوم يعرضون عنه ليذهبوا إلى توظيف أموالهم في سواه من البلدان. وكان حتى الأمس القريب يستقطب الرساميل والمهارات. إن الواجب يدعونا إلى إيقاظ اللبنانيين على ما وصلوا إليه من سوء حال والإهابة بهم، إلى تناسي خلافاتهم الشخصية والجماعية، وإلى الاستماع إلى صوت الضمير وليس إلى وساوس من يظنون أنها تكسبهم ما ليس باستطاعتهم أن يكتسبوه بالطرق المشروعة. ويجب أن يتعظوا بسواهم ممن يصح فيهم قول الطغراء: تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي إن أمشي على مهلي. أجل، ليس لنا إلا أن نلقي نظرة على بعض الدول حولنا التي جعلت من الصحراء مددا حضارية عامرة، فيما نحن جعلنا من الحدائق الغناء عندنا شبه صحارى. نقول هذا لعلنا ندرك ما صرنا إليه من سوء حال، وعلى الرغم من كل ما كان فلا نيأسا ولنشمر عن سواعد الجد ولنضرب صفحا عما كان، ليقبل بعضنا على بعض بالتفهم والتعاون، لنترك لأولادنا وأحفادنا من بعدنا وطنا تركه لنا آباؤنا وأجدادنا قبلة أنظار ومضرب مثل في العمران والازدهار. ويطيب لنا في هذه الأيام الفصحية أن نتمنى لكم جميعا مقيمين ومغتربين عيد فصح مبارك يحمل إلى كل منكم الفرح الروحي وطمأنينة البال وعودة وطننا الحبيب إلى سابق عهده بالأمان والازدهار والسلام. إذن مشاهدينا، كنا مع رسالة عيد الفصح للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. هذا كل شيء حتى الآن. يوم موفق أتمناه للجميع.